أعلن وزير التعليم العالي أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بنسبة 88.29% فأكثر، والشعبة الهندسية ب 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية ب 70.61% فأكثر. هذا وتم تحديد القبول بكلية الطب عند 91.3% و 90.9% لطب الأسنان، و 90.12% للعلاج الطبيعي، و 89.51% للصيدلة.